فمثلا عبارة خان المؤمنين، ونعرف الخلاف الذي فيها ومقالة الإمام أحمد، لكن في الحقيقة يعني افترضنا أول شيء لم يأتي هذا في الشرع، وأنكره بعض أهل العلم. يعني الإمام الشافعي كان ينكر هذا التلقيب لخان المؤمنين، إنكاره ليس شيئا جديدا. نشوف الإمام الشافعي كان بينكر ولا هو كان بيقول يسموه خال المؤمنين. قال ابن كثير: وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. قال ونص الشافعي على أنه شنو؟ يقال ذلك. الشافعي هو قال يقال عن معاوية خال المؤمنين. الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ يا ناس خلوا التعصب، خلوا الهوى. الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ البروفيسور أو الأستاذ الدكتور حاتم الشريف الرافض الخبيث كذاب ولا ما كذاب؟ بس ده السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا أنا كان قلت الرجل ده كذاب مع سبق الإصرار والترصد، وعارف إنه في ناس مرضانين من الأخوانجية والصوفية والرافضة حيقيفوا معاه، حتى لو شافوا سب الصحابة والعياذ بالله يقيفوا معاه ويخلوا الصحابة، وده مرض طبعا حزبية بغيضة. فالليلة ده أوريك زول ده عنده كذب غير الكذبات اللي مسكناها دي، كمان كذبة واضحة لا تقبل النقاش ولا الجدل. نسمع المقطع ونشوفه كذب وين. فمثلا عبارة خال المؤمنين، ونعرف الخلاف الذي فيها ومقالة الإمام أحمد، لكن في الحقيقة يعني افترضنا أول شيء لم يأتي هذا في الشرع، وأنكره بعض أهل العلم. يعني الإمام الشافعي كان ينكر هذا التلقيب لخال المؤمنين، إنكاره ليس شيئا جديدا. قال الإمام الشافعي كان ينكر إنه يسموا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إنه يسموا به خال المؤمنين. الإمام الشافعي كان ينكر خال المؤمنين لمعاوية. طيب ده تفسير ابن كثير الجزء 6 الصفحة 503 تفسير سورة الأحزاب الآية 6. نشوف الإمام الشافعي كان بينكر ولا هو كان بيقول يسموه خال المؤمنين. قال ابن كثير: وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. هنا الكلام أنا أخذت تحته خط أحمر موجود، يزول عنده ابن كثير راجع تفسير سورة الأحزاب الآية 6. قال ونص الشافعي على أنه شنو؟ يقال ذلك. الشافعي هو قال يقال عن معاوية خال المؤمنين. الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ يا ناس خلوا التعصب، خلوا الهوى. الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ البروفيسور أو الأستاذ الدكتور حاتم الشريف الرافض الخبيث كذاب ولا ما كذاب؟ بس ده السؤال، هو ده الكتاب، كذاب ولا ما كذاب؟ وكل الكذب والدجل ده عشان يسب ويطعن في معاوية، ومن ثم يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل ده والله رجل خطير ورجل خبيث جدا، ودي أدلتنا ما قاعد نتكلم عنه ساي. وأنصح الجماعة الإخوانجية التابعين له والصوفية والرافضة التابعين له القاعدين يدافعوا عنه، أنصحهم نصيحة لوجه الله: أنت تدافع عن معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن فيه وانتقص منه حاتم الشريف شيخك، ولا تدافع عن حاتم الشريف؟ يا تو اللي بيستحق الدفاع. يا ناس اتقوا الله وخلوا العصبية وخلوا الحزبية. أما كلامه إنه العلماء أنكروا كذا وكذا، ده كلام طبعا ما صحيح. قال أنكر بعضها للعلم وقال لم يأتي هذا في الشرع، كذاب. أهل العلم هم سموا خال المؤمنين، وأتى في الشرع على لسان كثير من السلف، ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين ليه لقوا بخال المؤمنين، مع أنه غيره كثيرين جدا من إخوان أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو ذيك أخوان للمؤمنين، لكن ليه قالوها في معاوية؟ لأنه كثر السب والتكفير واللعن والطعن في معاوية، عشان كده قالوا فيها، زي ما في خصائص لعلي بن أبي طالب وخصائص لغيره من الصحابة.
طيب قال قال شيخ الإسلام، وأصلا شيخ الإسلام في منهاج السنة هنا يرد على ابن المطهر الحلي الرافض الشيعي، لأنه ذاك الأنكر تسمية معاوية ووصفه بخال المؤمنين. يعني يبقى حاتم الشريف ما جاب الكلام ده من راسه، جاب الكلام ده من أسلافه وأشياخه من الرافض الشيعة كابن المطهر الحلي الرافضي. يقول شيخ الإسلام وهو يرد على هذه الشبهة تحديدا التي أطلقها الرافضي الحلي، قال شيخ الإسلام: والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية. صح، اشتهر عن معاوية أنه خال المؤمنين. ليه؟ كما اشتهر أنه كاتب الوحي، ودي برضو بنكر حاتم الشريف مع أنه جاءت في صحيح مسلم مثبتة أن معاوية كاتب الوحي، لكن هو دار يطعن في الصحابة. وقد كتب الوحي غيره وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف غيره، فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به، مش لأنه هو الوحيد خال المؤمنين، لا، بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. وضرب مثال بعلي بن أبي طالب: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. قال: فهذه الأمور ليست من خصائص علي زي دي مثلا، لكنها من فضائله، يعني ما اختص بها علي براوي أنه ربنا بيحبه والرسول بيحبه، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته. واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفع بها من قدح بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو ظالما من الخوارج وغيرهم. ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون اللعنة ونحو ذلك، احتاج ده السبب الخلام يقول عن معاوية خال المؤمنين، مع أنه دماء خصيصة له بس في كتار أخوال المؤمنين. قال: احتاج أهل العلم، لأنه في ناس كفروا فسقوا لعنوا، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنه خال المؤمنين عشان ما يلعنوا ويكفروا، ليرعى بذلك ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب درجاتهم. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.